نستعرض معكم إغلاق مؤشرات الأسهم الأمريكية في جلسة الأمس، ونبدأ بستاندرد أند بورس 500 الذي أغلق عند مستوى 5809 نقاط بارتفاع بلغت نسبته 20% تقريبا. وبالنسبة لمؤشر داو جونز الصناعي الذي أغلق جلسته أمس على تراجع بنسبة 0.3%، ما يعادل 140 نقطة عند 42,374 نقطة. أما مؤشر ناسداك المجمع فقد أغلق على ارتفاع بنسبة 0.8% تقريبا، ما يعادل 138 نقطة عند 18,415 نقطة. وأخيرا مؤشر ناسداك 100 الذي يتكون من أكبر 100 شركة غير مالية مدرجة على مؤشر ناسداك المجمع اختتم جلسته كذلك على ارتفاع يقارب 1% عند 20,232 نقطة.